our third stop. It's in my office in Whitby. Let's go in. Let's go. Dorini! Let's go! Bait البنايه! عشان مش اكل انا وراك. إلي 7 سنين ريل استيت اوت اوف درهم ريجن. عائلتي كلها بدرهم. عندي بنتين واحفادي واهلي اخواتي ماي فريندز كلنا بدرهم ريجن عايشين. سو قبل 7 سنين بالريل استيت كانت بالريتيل. كنت بلشت بإدارة محلات ووصلت ل Vice President of Operation. So من الريتيل نقلت على الريل استيت آخر 7 سنين اللي بالعقارات مشترى بيع investment أجارات ب within Durham region أو GTA Toronto area. يسو إلي 7 سنين بالعقارات مجال العقارات. بالعقارات تتعرف على ناس كتير, ناس اللي بدهم يشتروا بيوت ليسكنوا عيال وناس as investment. بحب كتير مجال هاي العمل بس كتير selective بالعيال أو الأشخاص اللي بتعمل معهم. بهمني كتير يكون العالم professional, الاحترام بالعلاقات, لانه اغلب ماي كلاينتس بيصيروا في صداقه في العلاقه الاجتماعيه اللي بتهمني كثير, وهيك ببني شغلي. سو علاقه الشغل في كتار من الزبونات اللي بتعامل معهم كان عرب او كان اجانب بيصير في صداقه, بصير بعرف عائلتهم, اي شيء بيصير معهم جديد بيتصلوا فيي بخبروني, وهيك ببني العلاقه, ببني ماي بزنس يعني بيست اون هالعلاقات. وانا كثير بتهمني انه يكون في هالعلاقه, منا جست خلص بزنس ترانزاكشن وخلصنا ما بقى بعرفهم, لا بهمني ابني تكون لونج تيرم على المدى البعيد. يعني ياما بتعامل مع عالم برجع اولادهم لما يصيروا رادي بيرجعوا بيتصلوا فيي, ابني بده يشتري, بنتي بدها تشتري. سو بحب هذه العلاقات ابنية اللي فيها تراست ريسبكت ولونج تيرم على المدى البعيد يضل في علاقات. جيت على كندا كان عمري 16 سنة, كان بآخر ال 82. السبب اللي طلعنا من لبنان ما كنا مفكرين أبدا نحن نهاجر, بس السبب كان الحرب. وخيي الكبير الله يرحمه كان اوريدي بكندا له 7 سنين, وهو عملنا السبونسر بده يطلعنا من وضع الخطر اللي كان موجود بلبنان بال 82 83. سو طلعتنا من لبنان ما كانت هينه, كان خي هو الوحيد هون بكندا, كان بس عمره 26 سنه وعنده بيبي. ولما نحاول اللي عملنا سبونسرشيب ما قبلوا معه الامجريشن كندا يجيب العائله كلها, فراح على التي في خبر قصته وعمل يعني ما حدا قبل قدر يعمله. وفعلا الاميجريشن اتصلوا فيه دايركتلي واعطونا الاكسبرس فيزا. سو لما ما اضطرينا ننطر ببيروت وقت طويل, بخلال اسابيع كان معنا الفيزا وجينا لعنده. الله يرحمه, هو اللي ترك اكبر بصمه بحياتنا. الشغلات البشعة أحيان بحياتنا بتعلمنا life lessons. يعني بآخر أيام وخي علمنا كيف نكون قوية بأضعف, لما نكون بأقصى ضعفنا كيف بنكون قوية. وبعد ما مات اللي تركوا معي ما عاش في شيء قشور يعني بتعني لي, صار اشي عن جد ديب بحياتنا. لازم نفكر الاشياء العميقه الاشياء. وذاتس واي قلت قبل ايفن بشغلي
I'm selective لأن عن جد وقتنا ثمين. الساعة اللي بتروح ما بترجع, يعني مثل المي بالنهر, يعني اللي بتمرق ما بمشي زيتها بدها ترجع. نفس الشيء نفس الشيء وقتنا وحياتنا. والشغل الثاني اللي كتير تعلمته هو اشتغل كتير بحياته, تعب وأسس وترك وساعدنا لكلنا عائلته. بس اللي أخذته منه أنا بدي اللي بقوله بدي أعيش غنية, ما بدي موت غنية, مش بالمادي, بالذكريات اللي بدي أعملها بهالحياة. That's why أنا كتير بحكي عن أولادي وأحفادي, يعني حتى أصحابي, يعني بقولوا ما قالي كثير غيرهم. هذا اللي بيعلم بحياتنا الناس اللي من حوالينا, أصحابنا, عائلتنا, أمنا, بينا, خينا. يعني مرة كان عندنا كوتشينج, هي تشالنج أس تنعمل فيديو ونبعث لهم تلفن لحدا نقول له I love you, إنه كتير بيعني لك هالشخص بس ما بتقول له I love you. سو تلفنت لخي صغير, لأن خي صغير عن جد سند, يعني بكل معنى الكلمة بيقولوا الخي سند وهو سند لإلي. فبعت له مسج I love you so much. عادة ما ببعت له هيك شيء. فعن جد لازم we have to pause بهالحياة ونعمل الأشياء اللي بتعني لنا وبتترك بصمة. إذا بتحبوا تتواصلوا معي, إذا جايين من لبنان عندكم بدكم تنقلوا من أي province, نحنا عنا connection بكل كندا وإيفن بغير دول, فينا connectوا مع real estate. فيكن تتواصلوا معي على رقم تليفوني 905-999-1899.